بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. بنعمه ربنا النهارده هنتكلم وهنتامل مع بعض في مزمور جميل قوي، مزمور 103. المزمور ده بيتكلم عن احسانات ربنا ومعونه ربنا، واحنا بنبارك ربنا في هذا المزمور. يمكن ما بنطلبش منه اي طلبه معينه الا ان احنا بنباركه وبنقول له بنشكرك ومباركك يا رب على كل حاجة أنت عملتها معانا. يمكن أول الإصحاح بيقول بارك يا نفس الرب ما في باطني يباركك، اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفتدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيجدد مثل النسر شبابك. الآية الأخيرة اللي هي بيقول فيها الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك، وبمناسبة العام الجديد اللي احنا بدأناه من يومين بنقول لربنا دايما زي ما علمتنا الكنيسة، بنقول له يا رب اتركها هذه السنة أيضا، اتركها يا رب علشان تأتي بثمر أحسن. انت يا رب تكون معانا في السنة الجديدة، وبنشكرك على كل ما فعلته بينا في السنة المنقضية. يا رب بنشكرك يا رب على حاجة مهمة قوي، ان احنا عدينا السنة بكل ما فيها، حلوها ومرها، امراضها، مشاكلها، كل حاجة يا رب انت كنت ايدك معانا فينا. وبالتالي يا رب احنا مش بس بنشكرك على كده، بنشكرك على ان حتى كل الخطايا اللي احنا عملناها في السنة الماضية انت سمحت انك تجيزها عننا وانك تعبرها عننا يا رب. خليتنا نلتصق بيك انت، خلتنا ندور عليك، خلتنا نشوفك في كل ألم مرنا بيه، وفي الآخر يا رب أنت تركتنا نكمل حياتنا علشان تدينا فرصة تانية لحياتنا معاك. بتجددنا يا رب، بتجددنا وبتجدد مثل النسر شبابه. يعني إيه الكلام ده؟ النسر زي ما احنا عارفينه عبارة عن طائر جميل جدا جدا جدا، ما بيحبش يسكن الأرض، بيحب يحلق في السماء، ولما بيلقى ان هو ابتدى يعجز بيشيل ريشه ده كاملا عشان يتجدد وعلشان يبقى اقوى من اول وجديد. فاحنا السنة اللي مرت دي يا رب احنا بنشكرك عليها وبنباركك فيها يا رب، بنقولك احنا متشكرين على كل شيء فيها، لكن بنطلب انك تجددنا يا رب. صحيح انت جددتنا في المعمودية، صحيح انت جددتنا وثبتتنا بالروح القدس في الميرون، وصحيح يا رب انك انت بتجددنا كل يوم على المذبح بتناول جسدك ودمك. علشان كده يا رب احنا كل ده بنشكرك عليه، كل ده بنطلب انك تحافظ علينا في السنة الجديدة وتكون بدءا حسنا يا رب. بنطلب يا رب في السنة اللي جاية دي ان احنا نتجدد معاك، ان دايما تدينا فرصة للتوبة، تدينا فرصة ان احنا نكون معاك اكتر ونطلبك اكتر ونمسك ايدك اكتر يا رب، ونقول لك مش هنتركك الا اذا باركتنا يا رب، زي ما يعقوب قال لك لن اتركك ان لم تباركني. علشان كده احنا بنطلب في السنة اللي جاية دي يا رب انك تباركنا، زي ما احنا عارفين في الهوس الثاني والهوس الثالث الكنيسة بتعلمنا ان احنا نشكرك ونباركك. كلمة البركة هنا يا رب ان هي التسبيح ليك، احنا بنسبحك لان احنا مش بنديك البركة، احنا عايزين البركة منك. علشان كده بنقولك مش هنسيبك يا رب الا اذا باركتنا وحافظت علينا وكنت معانا. القديس اغسطينوس بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول لا يمكن ان تكون احسانات الرب قدام عينيك ما لم تكن خطاياك قدام امام عينيك. لا تسمح للذة في الخطية الماضية أن تكون قدام عينيك، بل لتكن إدانة الخطية أمام عينيك. يعني إحنا يا رب لما بنتذكر خطايانا أمامك بنقول لك بنشكرك لأنك أنت سمحت أنك تغفرها لنا وأنك تحافظ علينا بسر اعترافنا ليك يا رب الدائم. وقفنا أمام الأب الكاهن في وجودك وحضرتك يا رب، إحنا بنطلبك أنك أنت تكون معانا وتحافظ علينا وتدينا فرصة أخرى في السنة الجديدة إن إحنا نتجدد قدامك يا رب. بننزع إنساننا العتيق وبنلبس الإنسان الجديد. دايماً مع التجديد في سر الإفخارستية يا رب إحنا
بنقول لك شكرا لأن احنا ثبتنا فيك وانت فينا يا رب وحافظت علينا وباركتنا، علشان كده مش بس بنباركك، لا بنطلب انك انت يا رب اللي تباركنا وتحافظ علينا، ولربنا المجد الدائم للأبد آمين.